بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. سهره رياضيه جديده وكان 23. هذا البرنامج اللي خلاص في ايامه الاخيره مع حضراتكم، لانه ظهرت الرؤيه تماما، خلصت الحكايه الا حته صغيره. الحته الصغيره هي المباراه النهائيه، ومنذ قليل تحدد طرف المباراه النهائيه. الساعه 7 كانت مباراة نيجيريا مع جنوب افريقيا، مباراة الحقيقة شهدت يعني حدث صعب شوية. نيجيريا متقدمة 1-0، سجلت الهدف الثاني، افراح وليالي ملاح، نيجيريا تأهلت. ثم اذا بالفار، كان الحكم هو كابتن امين عمر والفار كان محمود عاشور. استدعى امين عمر فلقى ان كان في ضربة جزاء لجنوب افريقيا، هي نفسها الهجمة اللي نيجيريا جابت منها الهدف، تم الغاء الهدف، تم احتساب ضربة جزاء لجنوب افريقيا، انتهت 1-1. حلو الكلام. وقت اضافي برضو 1-1، طرد لعيب من جنوب افريقيا قبل النهاية، ووصلنا لضربات الترجيح. طبعا هتقول لحد ضربات ترجيح يبقى قصة محسومة لصالح فريق جنوب افريقيا، لما لا، عندهم ويليامز حارس المرمى صدد 4 من 5 من 3 ايام، فخلاص قصة محسومة يعني بالنسبة لجنوب افريقيا. وانا مكلمك لسه يوميها على العلم، ومحلل الاداء وبيساعده في ايه والقصه ازاي والحدوته ازاي، كلنا فاكرين. فتيجي ضربات الترجيح وتخسر جنوب افريقيا 4-2، والضربه الوحيده اللي تضيع من نيجيريا تطلع فوق العارضه، ملهاش علاقه خالص بويليامز، وتتفوق نيجيريا. والحقيقه هي طول المباراه كانت متفوقه، يعني طول المباراه هي الافضل، هي الاحسن، هي اللي عامله مباراه جيده جدا جدا جدا. هتقولي انت عايش بقى تقولي العلم بعد كده، ده انا هاكد لك على العلم، لان انا يومها قلت لك انه خلي بالك ممكن الماتش الجاي يجي ضربات جزاء وما يصدش ولا واحده. في المباراه ما صدش، في الضربات ما صدش. ما هو زي ما انت بتذاكر وبتشغل بالعلم، انا كمان قدامك بذاكر وبشتغل بالعلم. فاللي قدامه اشتغلوا درسوه هو كمان بشكل كويس جدا، بيلعب على الكوره ازاي، بيشتغل ازاي، بيترمي ازاي، بيستنى ازاي، بدأوا يلعبوا بالطريقة دي كمان قدامه. بس الأهم إنه قبل ما المباراة تنتهي كان في حاجة مهمة جدا، ألا وهي إنه كل مدرب جمع مساعدينه وبدأ يشتغل على الأيباد اللي قدامه، واشتغل على اللعيبة اللي هيسددوا، وتلاقي كل واحد بيكتب، ده بيكتب سواء بتاع نيجيريا أو بتاع جنوب أفريقيا، بيشتغل صح. التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. الفار كان الأحلى ابراهيم الجزائري، متاسف مش محمود عاشور. فالمهم اللي عايز اقوله انه صعد من يستحق، المنتخب النيجيري، والمنتخب النيجيري من بدايه البطوله بيأدي بشكل جيد. يعني هحط لكم على الشاشه دلوقتي كل نتائج المنتخب النيجيري منذ ان بدا البطوله حتى نهايتها. لكنه حقيقه فرقه محترمه، فرقه جميلة. حتى امبارح موسيس فيكتور اوسمن عفوا كان مصاب وعنده مشكلة في بطنه، لكن تحمل على نفسه لعب وما قدرش يكمل المباراة. فرقة جيدة. بالمناسبة كان هنا عندي من كام شهر كان جوزيه بيسيرو المدرب بتاع نيجيريا، وكان بيتكلم انه احسن ايام عمره اللي قضاها في النادي الاهلي، وانه نادم انه ساب النادي الاهلي، وانه يعني ممكن يرجع مصر تاني، واتكلم كلام جميل كله. يعني كان بيوجه رسائل لكنه ما حدش فهمها ساعتها. يعني النهارده الراجل في نهائي افريقيا عن جدارة واستحقاق، رغم المشاكل الكتيرة جدا اللي موجودة معاه في نيجيريا، واضطروا يخفضوا له مرتبه، وكانت شغلانة وحدوته. في المقابل مش معنى خسارة جنوب افريقيا ان احنا نقول انه مش جيدين، لا، جنوب افريقيا عملت تجربة جديدة، هو الاعتماد على فريق سان داونز. 8 اساسيين من سان داونز، قول 9 لان فيرسي تاو كان من سان داونز. بالفعل ضربات الترجيح دي انت وبختك، فهيلعبوا على مباراة المركز الثالث. يمكن مستوى الفني قل شوية النهاردة لانه الاعصاب كانت مشدودة جدا، لكن نيجيريا تستحق الصعود وجنوب افريقيا تستحق التحية. ده واحد. منذ قليل الفريق العائد من بعيد خالص منتخب كوت ديفوار. كوت ديفوار فضل مستني مباراة المغرب وتنزانيا. المغرب تفوز، كوت ديفوار تصعد.
بل اكتر من كده كمان مباراة غانا وموزمبيق. ليه؟ لانه لو غانا كسبت موزمبيق كنا احنا هنطلع احسن توالت وكوت ديفوار كانت هتبقى بره. فكوت ديفوار كده ايه زعق لها نبي زي ما بيقولوا ودخلت وكملت وكسبت دورين بضربات الترجيح، والنهارده بتلعب بينقصها اربع لاعبين لكن بتلعب مع الكونغو وفازت على الكونغو وتأهلت الى المباراة النهائية. طبعا لما بتكون الدولة المنظمة في المباراة النهائية ده بيدي زخم جماهيري للبطولة. وديكوا شفتوا الجماهير النهاردة شكلها عامل ازاي. ففرقة بثلاث نقاط توصل، هما بيقولوا لي الفرقتين كانوا في مجموعة واحدة، الكوت ديفوار كوت ديفوار ونيجيريا كانوا في المجموعة الأولى، ونيجيريا ده كان أول فوز ليها لما كسبت 1-0. فمباراة الافتتاح ما كانتش افتتاح البطولة، الافتتاح اللي يعني في المجموعة كانوا لعبوا، هما لعبوا مع غينيا بيساو الأول كسبوا 2-0 وده كان الفوز الوحيد، والنهاردة الفوز الثاني. بتعود تاني مباراة افتتاحتهم مع بعض في المجموعة بتعود تبقى مباراة ختام البطولة أو نهائي البطولة. هي الكرة كده، 3 بونت ممكن ياخدوا البطولة. نيجيريا لم تخسر حتى الآن، قدمت عروض رائعة. كوت ديفوار أقالت مدربها بعد الدور الأول، أقالت المدرب بعد الدور الأول، جابوا الراجل المساعد راجل جميل وطيب وحلو وبلدياتهم فمشيت. هي الكرة كده توفيق وعدم توفيق. فمبروك لكوت ديفوار الصعود للنهائي، مبروك لنيجيريا الصعود للنهائي، وننتظر بإذن الله القادم يكون أفضل وأحسن ونشوف القصة شكلها عاملة إزاي. تعالوا بقى نروح من أفريقيا إلى آسيا عشان أكون أمين. وأنا بتفرج النهاردة على قطر وإيران، أو قبل ما أتفرج كنت مشفق جدا على المنتخب القطري لأن أنا مقتنع أن إيران عندهم منتخب قوي جدا يعني، فكنت مشفق وكنت قلقان جدا وكنت خايف جدا عليهم. كنت بتمنى نهائي عربي عربي. الاردن اللي عمل نتيجه رائعه واداء رائع على مدار البطوله، خاصه امبارح الفوز على كوريا 2-0، كان بينتظر النهارده العنابي. تعالوا نروح لتحيه العنابي الاول وبعدين نتكلم شويه على الصعود والنهائي العربي العربي ما بين قطر منظمه البطوله على افضل واعلى مستوى والاردن النشامه اللي ابهروا الجميع. اجمل لقطة بحبها في الفريق الفايز هي لقطة الصفارة والكل اللي على الدكة بيجري في سبرنتات يفوزوا ببطولة 100 متر. الحقيقة لو اتعملت في التوقيت ده بتبقى هي اجمل اللقطات. انا بتكلم على الملعب، لكن المدرجات والشوارع حدث ولا حرج. للمرة الثانية في خلال اقل من عام او عام قطر الحقيقة بتبهر الجميع بتنظيم رائع زي ما عملت كاس العالم 2022 بعدها بعام وشوية، بتنجح في ابهار الجميع مرة اخرى بتنظيم اكتر من ممتاز. وقلبنا بقى مع الاردن شوية ومع قطر شوية، المهم انه القصة الحمد لله انتهت على خير. وكأس اسيا عربية وده امر الحقيقة بيسعدني جدا يعني. خلينا نحيي قائمة منتخب قطر، مشعل برشم وسعد الشيب وصلاح زكريا والمهدي علي وبسام الراوي وعلام خوخي وبيدرو ميجيل سلطان البريك وطارق سلمان ولوكاس منديز وهمام الامين واحمد فتحي وجاسم جابر وحسن الهيدوس وخالد محمد عبد العزيز حاتم وعلي اسد ومحمد وعد ومصطفى مشعل احمد الجنحي واحمد علاء واكرم عفيف. اكرم عفيف عامل بطوله مش طبيعيه. اسماعيل محمد المعز علي خالد منير ويوسف عبد الرازق. جماعه في الدقيقه الثانيه كانت قطر خسرانه 1-0 في الدقيقه الثانيه يعني، والتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ان يلحقوا يجيبوا جون بدري والجون ده يساعدهم جدا في الصعود ويتعادلوا الايران. منتخب ايران منتخب هايل حقيقه، تعادل بضربه جزاء ثم عادل معز وسجل هدف الفوز. الف مبروك للمنتخب القطري، ودايما يا رب السعاده لكلنا كعرب وكل الناس يعني، مش العرب بس، الجميع الحقيقه. لكن احنا طبعا يعني كعرب بنبقى شوية يعني حابين ان احنا يبقى عندنا انتصارات. طيب كان بكان بقى النهاردة بدأ الشغل لجهاز المنتخب الجديد بقيادة كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن. كان في اجتماع
بين السيد جمال علام ومعاه اللواء حلمي مشهور والسيد محمد ابو الوفا اعضاء المجلس وليد العطار المدير التنفيذي للتنسيق لمعسكر المنتخب شهر مارس من 18 الى 26. المعسكر في الامارات دورة ودية فيها كرواتيا وتونس ونيوزيلندا. بحاول اجيب لكم نظامها وطريقتها، هل هتبقى قرعة مثلا لاعب فرقة من الاثنين ولا ايه وبعدين فاينل. وكابتن ابراهيم حسن اوضح انه مفيش اي فكرة للانسحاب او عدم المشاركة، بالعكس حاجة جاية له جيدة عشان يبدأ يشتغل من 18 ل 26. هتبقى عبارة عن قرعة، يعني ممكن نلعب نيوزيلندا او تونس او كرواتيا والكسبان يلاعب الكسبان. تعالوا بس ايه والكاف دعا حسام حسن لحضور حفل الاساطير بنهاية كأس الامم الافريقية. تعالوا بس ايه ناخد كلمتين كده بالراحة عشان نعرف نشتغل. يعني انا امبارح قلت خلاص كابتن حسام بقى مدرب المنتخب وكابتن ابراهيم بقى مدير المنتخب، خلاص مش عايزين نبدأ يا جماعة مرحلة كلها تشكيك هينسحبوا والاثنين رافضين والشرط الجزائي 50,000 دولار واشربوا بالراحة. حضرتك لو عندك خبر صحيح قوله وانا اول واحد ابقى مساندك، ما عندكش الخبر ما تكتبوش وما تقولوش. القصة مش محتاجة بلبلة ولا محتاجة ازمة. وانا قلت امبارح ان دورنا هيكون المساندة، والمساندة هي التشجيع والمؤازرة والمعاونة وكل حاجة، وهي النقد لما يكون في اخطاء، ده نوع المساندة. بس بلاش يا جماعة اخبار لا اساس لها من الصح، قد تكون اجتهاد وقد يكون حد قال وقد يكون حد سرب، لكن اهو ابراهيم حسن في الاتحاد مع رئيس الاتحاد كلموا على الدورة وعلى القصة والحدوتة. عايزين يا جماعة نمهد الارض للناس عشان ينجحوا، عايزين الدنيا تمشي بشكل كويس. في وسط كل ده الحقيقه الناس ما خدتش بالها من موقف نبيل لنادي مودرن فيوتشر. يعني دكتور وليد دعبس كان الكابتن حسام ما كانش من اول السنه بيشتغل، دكتور وليد وقع اختياره على كابتن حسام وكابتن ابراهيم ومسكوا الفرقه وبداوا بجهازهم، وبعدين جه منتخب مصر قال له لو سمحت هات حسام وابراهيم، قال لهم اتفضلوا. الحقيقه كنت منتظر من بيان اتحاد الكوره انه يشكر مودرن فيوتشر، لانه على فكره لو تمسك بيهم ولا حد يقدر يقول لهم حاجه يعني. فعملوا بيان محترم جدا جدا جدا، يعني وجه التهنئه لحسام وابراهيم والتقدير وكل حاجه، بس انت كاتحاد كوره كان لازم تشكره في البيان بتاعك. ده مهم جدا انك ممكن يكون سهى عليهم بقى ولا نسوا، لكن الحاجات دي ما اعتقدش انها يعني ممكن تتساب كده يعني. عموما موقف مش جديد على دكتور وليد دعبس رئيس مجلس اداره نادي مودرن فيوتشر. مساء الفل عليك يا دكتور وليد. يا مساء الفل يا كابتن شوبير، ازاي حضرتك عامل ايه؟ ازاي حضرتك كده؟ ربنا يبارك لك. بس انا عمال اقول للناس ان انا مش مسؤول في مودرن فيوتشر دلوقتي، انا اعتز بصداقتك وحبي ليك الشديد جدا جدا، بس انا بحاول افهم الناس واقول للناس فهم مش عايزين يسمعوا، فيعني انا بحب بس اوضحها وانا موجود مع حضرتك، وعلاقتنا ابدا ودائما لا تنقطع ولا تنتهي يا دكتور وليد. القلوب عند بعضها يا كابتن شوبير، وانت شخصيه محترمه واعلامي من العيار الثقيل زي ما بيقول. ربنا يعزك يا دكتور، انت يعني من اول من الناس اللي ابتدت الاعلام الرياضي في مصر. تسلم لي يا دكتور حقيقه وليد. يعني ربنا يخليك، ودايما لك مواقف ودايما زي ما بيقولوا كده انت صاحب صاحبك. ربنا يعزك، حاجه يعني الحقيقه ما تلاقيهاش كتير. ربنا يخليك يا دكتور. يعني احنا دايما بنعتز بصداقتك وبوجودك دايما في المجتمع الرياضي الجميل ان شاء الله. اشكرك يا دكتور وليد. دكتور يعني اعتقد كان موقف محترم جدا منكم، حتى ما فكرتوش يعني، قالوا حسام ابراهيم بمنتهى يعني السعاده وبمنتهى الترحيب اتفضلوا حسام ابراهيم لمنتخب مصر. هي ما فيهاش تفكير يا كابتن. نعم يعني موضوع ما فيهوش تفكير خالص، يعني انت بتتكلم النهارده ده منتخب مصر. نعم. اولا ده حلمنا كلنا. نعم. اللي بالك منتخب مصر ده لما بيكسب بيعدل المزاج المصري. نعم. منتخب مصر ده لما بيلعب كره حلوه بيغير المزاج المصري. الشعب المصري وجماهير الكره في مصر انت عارف محبه قد ايه للكوره في مصر، محب منتخبها قوي. نعم. وما بيبانش، انا عايز اقول لك احنا شعب ما بيبانش
حبه للبلد دي غير في ظروف معينة. أيوة. كل شوية كده تحس بالناس دي بتحب البلد دي ولا ما بتحبهاش. نعم. من ضمن الحاجات اللي بنحس فيها دايما بحب الجماهير والناس والشعب اللي في الكرة. الكرة هي اللي بتبين هذا الكلام. صحيح. النهاردة مهما كان عندك، شوف انت عندك اي حاجة مشاكل اي حاجة، ولكن في النهاية شوف الناس كانت ملتفة ازاي، وقاعدة في القهاوي في البرد. نعم. وفي كل حتة عشان يتفرجوا على منتخب مصر. صح. فانت النهاردة ما تسعد النهاردة المصريين كمنتخب مصر وجيب لهم النهاردة مدرب وطني ومدرب من مصر وعنده حب كده ونفسه وعنده احلامه وطموحاته. نعم. ان هو يدرب منتخب مصر من بدري وعاوز يعمل حاجة معاها، فهذه مختلفة خالص. نعم. لما بيطلع بقى المدرب ده من ناديك تختلف. يعني النهاردة كابتن حسام حسن دي حاجة برضو يعني تشرف نادي مودرن فيوتشر طبعا ان يتم اختياره كالمدير الفني هو كابتن ابراهيم حسن. نعم. حاجة تشرف. نعم. وحاجة تقول ان احنا ماشيين كويس. صحيح. ماشيين في خطة صحيحة. نعم. دكتور وليد، ماذا عن الجهاز الجديد لنادي مودرن فيوتشر؟ الجهاز الجديد ان شاء الله خلاص هو تم، ان شاء الله يعني هيبقى جاهز، وان شاء الله هيبتدي التدريبات من بكرة باذن الله. طب نعرف بقى مين طبعا على رأس المدير الفني للجهاز الكابتن تامر مصطفى. نعم. مدير الكورة طبعا الكابتن علاء ميهوب مع وجوده كمدير لمدير الرياضي. نعم. يعني هو هيبقى ماسك عودة علاء ميهوب تاني الى منصب مدير الكورة مع مدير الرياضي. مع يعني مدير الرياضي. طبعا كابتن علاء يعني جميل وخبرات، اصلا انتوا ما استغنيتوش عنه لما جه كابتن ابراهيم. ما نقدرش. نعم. ما نقدرش. نعم. طبعا يعني عايز اقول لك ان هي منظومه ان شاء الله متكامله. نعم. دايما انت عارف هي سنه الحياه، بيجي حد مكان حد. انا شايف ان كابتن تامر مصطفى من الجيل الشاطر. صح. ان شاء الله مستنيين له مستقبل. نعم. في القريب العاجل يمكن اقوى من كده 100 مره، لان هو عنده قصه نجاح. نعم. يمكن ابتدت يا كابتن شوبير مع كوكاكولا اللي هو مودرن فيوتشر. نعم. بالظبط، هو اللي صعد بالفريق ده. هو اللي صعد بيه. نعم. يمكن ما خدش حقه بعد كده. نعم. واخد بالك ان هو يكمل مع الفريق، ويمكن دي انا حاجه انا عايزك انت تطالب بيها. نعم. ان المدربين اللي بتطلع من الدرجه الثانيه والمحترفين او بيكملوا مع فرقهم. نعم. ليه بقول ان ده مش مدرب بتاع دوري عام؟ نعم. ليه بقول ان الدوري ممتاز؟ والله كلامك مظبوط، والله لعيبه كتير بتتظلم، حاجه مش مفهومه. هو استغنى عن اللعيبه واجيب لي 24 30 لاعب جداد. نعم. طب ليه الناس اللي تعبت وطلعت الفرقه دي لازم انا اقف معاهم برضه؟ صحيح صحيح. فدي حته يا ريت انتوا كاعلاميين يا كابتن شوبير وانت طبعا على راسهم يعني تطالبوا بالحته دي، ان يبقى في ده رد جميل. نعم. رد جميل ليهم انهم طلعوا الفريق على الاقل. نعم. ونبتدي ان احنا ندعمه وجربوا يا سيدي في الدوري الممتاز، ما هو تعب وطلع من حقه انه ياخد الفرصه يعني. صحيح بالظبط كده. تمام. فانت النهارده طبعا انا حابب ابارك طبعا الكابتن حسام والكابتن. نعم. ابراهيم. نعم. على فعلا ان هم يعني انا متوقع لهم ان شاء الله كل خير يا رب. متوقع ان شاء الله منتخب مصر تعود اليه الروح اللي هقول لك الفدائيه اللي. نعم. موجوده دايما عندنا، يعني نشوف ان شاء الله كمان فكر مختلف، نشوف حاله جديده من التقارب، وان احنا نتعامل. نعم. كاننا اسره يعني. نعم. نفسنا نشوف المنتخب ان هو يرجع لروح الاسره تاني. نعم. لان هم بيمثلوا مصر طبعا. وهم لو خدوا بالهم فقط قد ايه الجمهور المصري ملتف حواليهم. نعم. وجمهور مصر ده حاجه كبيره قوي. نعم. كبير كبير يعني. انت بتقعد في كابتن شوبير النهارده في الاستاد واحنا كانديه شركات مبقاش الجمهور يعني بنبقى يا دوب على القد. نعم. واخد بالك بتحس احساس غير لما تدخل ماتش. صحيح. تلاقي فيه الاهلي بيلعب. نعم. تلاقي الجمهور وطعم تاني والملعب ليه طعم تاني. نعم. ايوه. جمهور مصر ملفوف وموجود ومساند بقوه. ده صحيح. الفريق. وعايز اقول لك ان حسام حسن انا شايفه ان هو مش قرار فقط اتحاد كوره، ده. نعم. راجل جاي بقرار من الشارع. نعم. انا شايفه ان هو جاي بموافقه الشارع ودي حاجه مهمه قوي. فالنهارده يعني احنا هنشوف ان شاء الله منظومه جديده. ان شاء الله. ان شاء الله وكلنا امل بجد يعني. هل ممكن نعرف بقيه الجهاز الفني بتاع مودرن فيوتشر؟ مين اللي مع الكابتن والله تامر؟ احنا شغالين حاليا يعني. انت بتكلمني وانا شغال وبنمضي العقود يعني. يعني في الوقت الحالي يعني ممكن اقول لك ان في كابتن محمد يونس مدرب حراس مرمى. محمد يونس. محمد يونس. في عندي كابتن كريم فهمي محلل الاداء. نعم.
كابتن رضا مدرب عام، احنا عندنا كابتن محمد محمد صديق. صديق نعم مدرب، نعم يعني وفي دانيال موجود كمدرب اخر، نعم وده مش يعني احد المدربين اللي احنا باقيين عليهم من النظام البرتغالي القديم يعني. نعم بتمنى لك كل توفيق دكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة شكرا نادي حضرتك. مودرن فيوتشر، وبالتوفيق دايما إن شاء الله. تاني عايز أقول إنه كان التعامل بسلاسة وباحترام وبشكل جميل جدا جدا عشان الأمور تظهر بهذه الطريقة، وشكرا جزيلا للدكتور وليد دعبس. النهاردة النادي الأهلي لعيبة الدوليين بس اللي اتمرنوا، دوليين زي كمان ديانج، و اشتغلوا مع مستر كولر في بشكل جيد، وواضح انه الروح قويه في النادي الاهلي. عندهم مباراه مهمه جدا مع شباب بلوزداد ان شاء الله، نتمنى التوفيق يوم 16 القادم باذن الله. زمالك الدنيا شغاله بسرعه مع المدرب جوميز، و الراجل بيبص على الولاد الصغيرين وبدا يلعب مباريات مع الولاد الصغيرين عشان يطمن عليهم يعني. اخبار الطيبه ان محمد معروف وامين عمر في القائمه المبدئيه لحكام كاس العالم، فيها 13 حكم، مصر بس اللي منها اثنين، عندك امين عمر ومحمد معروف، عندك من الجزائر مصطفى غربال، من الكونغو جان جاك ندالا، من ليبيا معتز الشلماني، من السودان محمود اسماعيل، من السنغال عيسى سي، من الجابون بير اتشو، المحكام بقى الجداد اللي طالعين توم ابو نجيل من جنوب افريقيا، من الصومال عمر ارتان، من تشاد الحاج محمد الو، من موريتانيا دحام بيدا، ومن المغرب بشرى كربوني، ودي العنصر النسائي الوحيد. خلاص مباراه بيراميدز هتبقى ان شاء الله يوم 24 فبراير، ده مباراه في غايه الاهميه لبيراميدز، المباراه بقياده دانيال لاريا من غانا. بنبارك لمحمود فايز والعصام الحضري المعاونين لهكتور كوبر الاتحاد السوري بعد عروضهم الجيده في كاس اسيا، مدد لهم لحد 2026. طالما قلنا بيراميدز تعالوا نشوف هذا التقرير بعد ما اعلن النهارده بيراميدز رسميا كونوسلاف يوروجيتش مديرا فنيا لنادي بيراميدز. قبل كده احنا عندنا جروب مميز قوي من الشباب من اللعيبه، الجوده دي لازم هنستغلها كويس قوي ونعرف نطلعها في الماتشات. انا هوصل الطاقه بتاعتي ان انا اوصل اللعيبه ان احنا نقدر نعمل اي حاجه، ناخد اي بطوله بنشارك فيها، ده شغلي وانا هحاول اوصل بكل الامكانيات للهدف ده. انا واثق ان انا اقدر اوصل الطاقه بتاعتي للعيبه، هو حاليا مش مركز مع المنافسين، هو مركز مع الفريق اللي هو لسه ماسكه ومدربه، هو اتفرج على الفتره اللي فاتت على الدوري المصري وعلى الماتشات في الكره المصريه، وهو تركيزه كله على الاداء الايجابي اللي هو يقدر يقدمه مع الفريق اللي هو لسه ماسكه. انا اهم حاجه بالنسبه لي ان فريقي ما يكونش مرتبط بنتائج اي فريق تاني. Normally we are all together very happy to be here in a Pyramids club. طبعا احنا مبسوطين ان احنا موجودين في نادي زي نادي بيراميدز، وكنا متابعين كويس جدا النتائج بتاعه النادي، وعندنا اتصال كويس مع اداره النادي ومع اللاعبين والعمال الموجودين هنا، وعندنا ثقه في نفسنا وثقه في اللعيبه وثقه في الاداره ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه ونسيب علامه مميزه في الكره المصريه مع نادي بيراميدز. لما يكون النادي عنده طموح واللاعبين والجماهير بتاعته عندها طموح ونفسهم يعملوا حاجه كويسه، دي بتدينا عامل حافز مش ضغط، وده كويس جدا ان احنا بنشتغل في نادي عنده طموح وعايز يعمل حاجه، ودي بتدينا بوش مش بتعمل علينا بريشر. طبعا احنا كنا بندرب في الخليج وعندنا درايه كامله بالكره المصريه وباللعيبه المصريه، وعارفين ان هم الروح العاليه بتاعتهم وعندهم كواليتي كويس في كره القدم، وطبعا متابعين عارفين اهلي زمالك وعارفين الانديه المصريه كتير، وده احنا ده بيدينا ادفانتج ان احنا نكون مجهزين لكل حاجه مع بيراميدز. البطوله يعني
الموضوع مش كده يعني، الموضوع مش ان انت عايز بطوله هتاخد بطوله دلوقتي يعني، الموضوع محتاج وقت ومحتاج شغل. اتمنى وانا شايف ان شاء الله نادي بيراميدز ماشي في الطريق الصح، يمكن بدانا بقالنا 4 سنين في النادي، النادي بيحاول يوصل للتوليف ان شاء الله تقدر تحقق بطوله، احنا ماشيين في الطريق الصح، عندنا لعيبه كويسه ومع الجهاز الفني الجديد اتمنى ان شاء الله عندنا بطولات هننافس عليها لحد اخر وقت. اتمنى ان شاء الله يعني مع الروح الجديده والجهاز الجديد اللي موجود ده ان شاء الله نشوف حاجه كويسه في الدوري وبطوله افريقيا ان شاء الله اللي جايه. احنا عندنا لعيبه كتير، لعيبه دوليه سواء في منتخب مصر او حتى في منتخب الكونغو، عندنا منتخب المغرب، عندنا منتخب بورجينا فاسو، فاحنا عندنا لعيبه كتير كويسه جدا. فانا شايف ان التدعيمات كانت موفقه جدا للمراكز اللي احنا كنا محتاجينها، مروان وسلاكه، لكن انا شايف ان هم كفايه طبعا، لان انت زي ما قلت احنا عندنا قوام كبير، واتمنى لهم التوفيق الفتره الجايه باذن الله. الموضوع صعب لكن لسه الامل موجود طبعا، عندنا مباراه مازيمبي وبره ان شاء الله نقدر ان احنا نلعب على المكسب فيها، وان شاء الله مكسبنا ليها ان شاء الله يقربنا بكتير ان احنا نتاهل باذن الله. دايما بالتوفيق للجميع يا رب ان شاء الله، وجهاز فني جديد نتمنى له التوفيق ان شاء الله. انتوا عارفين ان عندنا منتدى اسمه منتدى مصر الاعلام، ده انطلق في القاهره سنه 2022 يعني من سنه تقريبا، والحقيقه هو بيشتغل على التطوير بشكل عام يعني، وعايز يعمل كمان قدرات كده، وعايز يهيئ كوادر جديده للاعلام يعني، عايز يغير من شكل العمل الاعلامي في مصر والمنطقه. هو منصه دوليه يعني للتنميه والتطوير، ده مملوك لشركه سيرتي ان، دي شركه رائده على فكره في مجال الاعلام والاتصال الاستراتيجي يعني. هو النهارده بيعلن حاجه مهمه جدا عن انه بيوقع مع رابطه كتاب كره القدم في انجلترا، يعني بقى منتدى مصر الاعلام ورابطه كره القدم في انجلترا بيوقعوا مع بعض، اسمه الاف دبليو اي. حاجه جميله جدا، فيها بقى تبادل خبرات وفيها منح وفيها ورش، فيها حاجه هايله يعني. وكمان من خلاله يعني هنحضر المنتدى هنا، هيحضر الحفل السنوي اللي بتنظمه رابطة كتاب كرة القدم في انجلترا في شهر مايو، بيقدموا جائزة افضل لاعب، فاكرين لما فاز بيها محمد صلاح كنا سعداء جدا يعني. هم بقى اتفقوا على حاجات كتيرة جدا جدا، مش عايز اصدعكم. خلينا نرحب بالسيدة نهى النحاس رئيسة منتدى مصر الاعلامي. مساء الخير يا فندم، الف مبروك. مساء النور كابتن شوقي، اهلا بك. خطوة رائعة على الطريق يا استاذة نهى. افندم خطوة رائعة على الطريق يعني. أشكرك يا فندم، أشكرك. أهداف الـ الشراكة بين منتدى مصر ورابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا. طب أولا طبعا خليني أقول لحضرتك أن واحد من أهداف منتدى مصر الإعلام الرئيسية هو دعم المعارف وتدريب الصحفيين وتقل مهاراتهم المهنية. نعم. الشراكة مع اتحاد كتاب كرة القدم الإنجليزي FWA جاي في إطار أولويات المنتدى الرئيسي. نعم. هدف الشراكة الرئيسي طبعا هو دعم أداء الصحافة والإعلام الرياضي في مصر والمنطقة. طبعا الصحافة والإعلام الرياضي هو واحد من أهم القطاعات الصحفية في العالم. صحيح. له جمهور كبير وفي بيتابعه باستمرار وفي كل الظروف. واحنا الحقيقة سعداء جدا بأن هيكون في تعاون أكبر بين المنتدى وبين المؤسسات الصحفية والإعلامية الرياضية داخل وخارج مصر. لانها بتخاطب قطاع كبير من الجمهور بمختلف شرائحه العمريه طبعا، وبتؤثر فيه بشكل كبير. وسعداء ايضا زي ما حضرتك ذكرت ان احنا هنكون متواجدين باسم المنتدى وشعاره في حفل توزيع الجوائز الرابطه في مايو. نعم. المقبل بلندن ان شاء الله. ايه الموضوعات بقى والجوانب اللي ممكن تتغطى في ورش العمل المزمع اقامتها بالتعاون مع هذا المحفل الكبير رابطه كتاب كره القدم في انجلترا؟ الموضوعات متنوعة، احنا طبعا بنستهدف 9 ورش عمل رئيسية خلال العام الحالي، يعني 9 تدريبات هامة خلال العام الحالي. الموضوعات هتبقى ما بين موضوعات مهنية متخصصة بتتشابك مع التدريبات المهنية العامة، يعني مثلا الكتابة، تحويل الخبر إلى قصة صحفية رياضية. حلو. الفنون الصحفية المتطورة وصولا إلى التغطية ونبذ التعصب والانحيازات، التحقق من المعلومة، التوازن في المحتوى المقدم، موضوعات كبيرة ومتنوعة. طيب اللي عايز يشارك بقى، في صحفيين عايزين يشاركوا في البرامج في الورش دي، يشاركوا ازاي؟ احنا طبعا هنعلن عن كل دورة تدريبية قبلها بوقت كافي. كويس. وهتكون اما بالتعاون مع مؤسسة صحفية او اعلامية رياضية. أيوة.
وهنا هيكون الاشتراك فقط للصحفيين من المؤسسة ذاتها. أو تدريب عام متاح لكل الصحفيين الرياضيين والجميع يقدروا يعني يتقدموا للمشاركة. طيب الخبرات بقى أو المهارات اللي ممكن الإعلاميين يكتسبوها من مثل هذا التعاون؟ يعني أنا في نظري أهم خبرة هي الاطلاع على معارف مختلفة من أسواق مختلفة. خصوصا ان المدربين هيكونوا كلهم من رابطه اتحاد كتاب كره القدم انجليز، بيشتغلوا في اسواق مختلفه، سوق مختلف، السوق الانجليزي والاسواق الاوروبيه، والاشتباك مع قضايا مهنيه بتهم المجتمع الصحفي الرياضي داخل وخارج مصر، في قضايا كتير مشتركه ومساحات مشتركه نقدر نشتغل عليها. والتدريب دايما بيساهم في تطوير الاداء المهني والمهني وتحسينه بشكل عام. المردود اللي ممكن نحسه على الإعلام في مصر أو حتى في الشرق الأوسط من خلال هذه الشراكة؟ يعني طبعا أتمنى أنه يبقى فيه يعني انعكاس كبير ليها، بس برضو يعني خليني أقول لحضرتك أنه تطور العمل الإعلامي مرتبط في الأساس بالتدريب وتنمية الكوادر بشكل مستمر. صحيح. وتحديث معارف الصحفيين برضو بشكل مستمر. وخلق الجيل الجديد من الصحفيين ممتلك لأدواته. قادر على مخاطبة شرائح الجمهور المختلفة خصوصا مع التطور التكنولوجي. واللي خلى في اعتماد قطاع كبير من الجمهور وبالأخص الشباب على مصادر غير موثوقة. في التعرف على أخبار فريقه ونجمه المفضل، وده ممكن يؤثر على العمل المؤسسي لوسائل الإعلام الرياضية المؤسسية، أو يعني العمل المهني لوسائل الإعلام المؤسسية. فاحنا بنتمنى وبنأمل ان يبقى في انعكاس، يعني انعكاس يعني واضح على الاداء وعلى كيفيه وصول الصحفيين للقطاعات المختلفه من الجماهير. خطوه ممتازه وخطوه على الطريق. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه نوى النحاس رئيسه منتدى مصر للاعلام، بشكرك بجد، حاجه محترمه جدا، حاجه هنحس بيها قريبا جدا ان شاء الله. انا بس كان لازم اعزي كابتن محمد ناجي جده في وفاه المغفور لها والدته، ربنا يرحمها ويغفر لها، والراجل رغم حاله الحزن موجود في تقديم المدرب. كمان بعزي سيف زاهر صديقنا زميلنا العزيز في وفاه دكتوره فاطمه قليني حرم كابتن سمير زاهر الله يرحم الاثنين، رئيس الاتحاد المصري الاسبق، وطبعا بعزي حماده زاهر مدير التسويق في الاتحاد في وفاه والدته، وربنا يرحم الجميع. بعد الفاصل مدرب عامل ألبانة في مصر كابتن أيمن الرمادي. بات سيراميكا كليوباترا على بعد خطوة واحدة من الحفاظ على لقبه كبطل لكأس رابطة المحترفين بعد أن تخطى الاتحاد السكندري العريق في عقر داره خلال نصف النهائي بهدف النجم الجزائري أحمد خندوسي. تحت قيادة مديره الفني المتميز أيمن الرمادي تربع الفريق الواعد في صدارة المجموعة الثالثة بانتصارين على إنبي والإسماعيلي وتعادل مع الداخلية، ثم تفوق على سموحة بهدفين دون رد في ربع النهائي. كان الرمادي قد استهل مشواره مع سيراميكا نهاية الموسم الماضي بشكل استثنائي عندما تولى المهمة خلفا للمخضرم حلمي طولان، وتوج معه بلقب النسخة الثانية لكأس الرابطة بفوز كبير على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، وهي أول بطولة في تاريخ النادي. في بطولة الدوري يأمل الرمادي تصحيح أوضاع الفريق والتقدم للمراكز الأولى بعد استئناف المسابقة، علما بأنه جمع 14 نقطة في الجولات التسع الأولى من أربعة انتصارات وتعادلين وثلاث خسائر، ويحتل المركز التاسع. زملاء الحارس محمد بسام شاركوا كذلك في كأس السوبر المصري بالإمارات خلال ديسمبر الماضي، وقدموا مستوى متميز رغم خسارتهم أمام الأهلي بهدف في الوقت بدل الضائع بنصف النهائي، وأمام بيراميدز بركلات الترجيح في مباراة المركز الثالث.
تجربة الرمادي الحالية تعد الثانية له في مصر بعد أسوان، وقبلهما صنع اسما كبيرا ومتميزا في الإمارات وسلطنة عمان مع العديد من الأندية. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. قبل الفاصل قلت لكم مدرب عامل قلبانه في مصر، عامل قلبانه لانه الحقيقه حتى تجربته مع اسوان رغم ان اسوان ما استمرش في الدوري العام لكن الناس كلها احترمت هذه التجربه، ثم انتقل في وقت قليل جدا الى سيراميكا كليوباترا وكان تفكير رائع من المسؤولين هناك قبل نهائي بطوله الرابطه، كانش فيه 4 5 6 ايام على المباراه وفازوا بالرابطة فوز كبير جدا على المصري 4-1، وبدأ يحط اسمه من المدربين اللي خدوا بطولات، وبعدين بدأ الموسم بشكل جيد جدا جدا، دعم فرقته بعدد من اللاعبين الممتازين، ثم امبارح كمان بيصعد لنهائي الرابطة وهيلعب المباراة النهائية مع طلائع الجيش. اتنين مدربين محترمين جدا، أيمن الرمادي في مواجهة عبد الحميد بسوني، أعتقد هيبقى نهائي محترم جدا، لكن دايما ببقى سعيد لما يكون في مدرب مصري، انتوا عارفين ان انا من اشد المناصرين للمدرب الوطني. خلينا نرحب باللي منورني مشرفني كابتن ايمن الرمادي. مساء الفل يا كابتن ايمن. مساء النور يا كابتن احمد، انا سعيد جدا بالتواجد معاك، بمسي على حضرتك وعلى كل مشاهدينك ومتابعينك. منورنا ومشرفنا حبيبي يا كابتن، ربنا يعزك. قبل ما نتكلم على سيراميكا وعلى كاس الرابطه وعلى الدوري وعلى وعلى، لازم نتكلم على منتخبنا الوطني. كيف قيمت اداء المنتخب الوطني في البطوله، وهل كنت تتوقع هذا الخروج المبكر، وما هو رأيك في اختيار كابتن حسام حسن مدربا جديدا للمنتخب؟ الحقيقة كابتن أنا كان في شواهد قبل بطولة أمم أفريقيا، نعم، ما كانتش مريحة بالنسبة لي، كانتش مريحة أكيد، يعني حتى المباراة اللي احنا كسبناها أعتقد آخر تجربة تنزانيا، 2-0، يعني كان الموضوع شوية يعني ستايلنا ما كانش كويس، كنتش حاسس ان احنا بنفرض شخصيتنا واسلوبنا على حتى الفرق اللي هي العاديه، ودي الحقيقه ما كانتش عمليه مطمئنه ابدا ابدا يعني. شفت يعني يمكن انا قلت للمدربين اللي هم معايا في نادي سيراميكا، قلت لهم انا قلقان على منتخب مصر، منتخب مصر في البطوله ما اعتقدش ان هو هيكون يعني بالتوهج اللي الناس متوقعاه، وخصوصا ان كان في مجموعه نتائج كانت خادعه شويه ما قبل تنزانيا وما قبل تنزانيا، وقالنا ان احنا ما اتغلبناش الا مباراه واحده وحيده من تونس، وتعادل الجزائر عملنا له هيلمان كبير رغم ان احنا برضو في النهايه المفروض مصر يعني. نعم. فالحقيقه التجربه او تجربه بطوله الامم الافريقيه تصيب باحباط للبعض، لكن تخلي المفروض الطبيعي ان الناس تقعد تحط ايدها على الجرح وتعالجه علاج صحيح، لكن للاسف الشديد انا شايف ان احنا برضو ما زلنا برضو بنستخدم برضو المسكنات، ودي انا يعني بتزعج اي حد، لان انت عارف يعني حضرتك وانا وكلنا بنلتقي باصدقائنا مثلا في اسيا، وشفت احنا بنبارك للفريق الاردني، نعم، والفريق القطري الصعود للنهائي، نعم، العرب هناك مشرفينا يعني طبعا. فالحقيقه لما بيحصل انكسار زي ده انا بعتبره انكسار، الامور بالنسبه لنا احنا كمان في وشنا مش حلوه، لان احنا في النهايه انا مدرب مصري، انت كنت لاعب مصري واعلامي مصري، ففي النهايه كلمه مصري المفروض ان احنا بنفتخر بيها، فلما يحصل هذا الاخفاق في بطوله كبيره زي بطوله امم افريقيا للدورتين على التوالي، نعم، اعتقد عمليه. طيب شايف اللي جاي ايه؟ يعني النهارده اسرع قرار تقريبا اقاله فيتوريا، تعيين كابتن حسام حسن، مش هنتكلم بقى على محمد يوسف، وتولي المسؤوليه، وكان حلم لحسام حسن انه يبقى مدير فني لمنتخبنا الوطني. هسألك سؤال وتجاوبني بمنتهى الصراحة، هل للحظة كان عندك امل انه حد يكلمك يقول لك تعالى امسك المنتخب؟ لا خالص يعني خالص. لان انا الحقيقة انا اعلنتها ويمكن قلتها لحضرتك قبل كده، نعم، انا مدرب اندية يعني انا
مدرب انديه؟ لا انا دلوقتي يعني المنتخب منتخب هتقول لا؟ لا لان انا اتعرض عليا مره منتخب شباب في وانا يعني وانا وضحتها قبل كده، قلت لهم يا جماعه خلي بالك انا مؤمن جدا بموضوع التخصص، وقلتها قبل كده هو مورينيو ما كانش ممكن يمسك منتخب البرتغال بعد يوم او يومين من اي اخفاق. جوارديولا ما يقدرش يمسك منتخب اسبانيا. يورجن كلوب، احنا يعني اعتقد ان مدربين يعني انا بالنسبه لي متعتي في العمل اليومي مش في التجمعات البعيده والحاجات دي. نعم. فلا كان عندي امل ولا كان عندي بالعكس شرف كبير لاي حد بيمسك منتخب بلده، لكن ما عنديش رغبه العمل نفسه في المنطقه دي. انا منطقتي بتاعت انديه وانا بحب ده. وفي مدرب منتخبات ومدرب انديه كابتن ايمن اكيد، بس في مدربين بيصلحوا للاثنين. نعم. زي ما في مدرب بيصلح ان هو يشتغل جزء احيانا في القطاع ويشتغل في الفريق الاول، وفي مدرب ما عندوش الا قدره واحده بس ان هو يعني انا ما اعتقدش ابدا ان بيب جوارديولا هيلاقي متعه انه يمسك منتخب اسبانيا بسبب ان هو ما بيحتكش يوميا مع لاعبين ويشتغل شغل يومي. فانا اعتقد ان دي لا، في مدربين كتير بتنجح مع يعني مع الاثنين. كابتن جوهري مثلا وفي مدربين زي كابتن جوهري مثلا وفي مدربين منتخبات اكتر منها انديه زي كابتن حسن شحاته. نعم. في مدربين انديه ومش منتخبات، فهي الفكره حسب رغبه المدرب نفسه. في واحد بيحب يحتك بالعمل بالجانب العملي يوميا. نعم. وفي واحد بيحب يكون على راس هرم يخطط، وحكايه العمل اليومي ده ما تفرقش معاه كتير. نعم. فانا الحقيقه كان يعني ما كانتش يعني حتى لما بسمع ترشيحات بقول يعني انا لو حد قال لي هقول له انا بالعكس هتشرف وحاجه تبقى كبيره وفي السي في كبيره. نعم. لكن مش شايف نفسي فيها ابدا ابدا يعني. بس ممكن تشوف نفسك فيها بعد كده؟ ما هو بقى ده دي المهم. نعم. ان احنا بيجي علينا وقت بيبقى القدرة على العمل اليومي تقل والخبرات تزيد، فبالتالي يصبح العمل مع المنتخبات أمر حتمي، وبالعكس بيكون أفضل كتير يعني. طيب خليني أسألك عن حسام حسن. الكابتن حسام مدرب صاحب اسم كبير جدا كلاعب، خطى خطوات في التدريب ما بين إجادة وإخفاق واجاده. يعني اعتقد احتكاك كبير. عليه ان هو دلوقتي يعلم ان مدرب المنتخب ونحي شويه تجربه الاردن، مدرب المنتخب دي ليها ضريبه كبيره جدا لازم يقوم بيها اللي هي الهدوء. واول حاجه انا اعتقد ان الكابتن حسام فنيا مدرب متميز. على ما شفته يعني وانا اعرفه جيدا شخصيه قوية، لكن يحتاج ان هو يوجه الشخصية القوية دي في اتجاهها الصحيح اللي هي تعمل حالة من الرغبة الشديدة في العمل عند اللاعب او في الرغبة الشديدة في العطاء ما تعملش حالة من التوتر. لان هو شعر بسيطة ما بين العطاء بقوة شديدة جدا والروح العالية وما بين حالة التوتر اللي ممكن تحصل. كابتن حسام مدرب كبير اسمه كبير، لازم كلنا ندعمه. نعم. لان الحقيقه زي ما انا بقول احنا، وانا سمعت امبارح مع حضرتك الكابتن احمد سامي انا بحييه. نعم. على الكلمه دي، قال لك ان احنا بنجيب مدربين التصنيف الثالث في العالم. نعم. فبالتالي الكابتن حسام قدراته ممكن تكون اعلى من مدربين اجانب كتير بتيجي هنا. كويس. ومش الكابتن حسام بس يعني اعتقد. نعم. ان مدربين كتير مدربين كتير في مصر. نعم. قدراتهم وامكانياتهم كبيره. لكن انا عندي مشكله اكبر من الكابتن حسام. ودي حقيقه، ان انا شايف ان احنا عشان نصلح كره القدم بلاش مسكنات بقى. لان خلاص الناس شبعت مسكنات. التسكين بان انت تشيل مدرب وتحط مدرب دي عمليه صعبه جدا. انا عايز النهارده يحصل، مش بكره، يحصل اجتماعات ورش عمل ازاي نطور كره القدم المصريه. ازاي نقوم بعمل حقيقي مش عمل هاوي لهذه بالدرجه اللي انا بشوفها. في موضوع ان انا اطور الدوري وتبقى الجداول فعلا جداول محترفه. انا الحقيقه
اشتغلت هنا سنة وشهرين أنا يعني مش عارف أعمل برنامج. يعني مش يعني تخيل إنه مدرب ما بيعرفش. فما تسألش عن نتيجة منتخب وانت عندك على الأقل خمس لعيبة مثلا أو بيلعبوا في الدوري المحلي أربع خمس لعيبة وهم قوام رئيسي للفريق، بتكلم اللي في الملعب مش اللي بره الملعب. واللي بره الملعب فوق 60% هتلاقيها بيلعبوا في الدوري المصري، وأنا ممكن في وقت من الأوقات مش عارف أطور الدوري المصري. فالحقيقة المدخل لازم يكون صحيح، ولازم يبقى عندنا دوري قوي، وعشان يبقى عندنا دوري قوي لازم يبقى عندنا رزنامة قوية، وعشان يبقى عندنا دوري قوي لازم يبقى عندنا أفكار محترفة. وأنا بعلنها بدون ما حد يزعل، ما زالت أفكارنا بعيدة عن العالم كثيرا، بعيدة عن حتى الدول العربية. في إيه الأفكار اللي في دماغك؟ من غير زعل، لا ما حدش هيزعل. احنا بلد كبيرة، احنا عملنا ايه للمدرب المصري عشان نطوره؟ يبقى اول حاجة البداية بتطوير المدرب المصري اللي هو بيشتغل لك تحت بيشتغل فوق. ما زالت عندنا برامج يا كابتن احمد بتدرس في الكليات التربية الرياضية من سنة من الثمانينات، وبيعاد طباعة الكتب لحد النهاردة وبتدرس بنفس الآلية وبنفس الكيفية. يبقى دي أول حاجة، تطوير المدرب، تطوير اللاعب، تطوير اللاعب المصري محترمية محترمة، تطوير اللاعب المصري. يعني إيه تطوير اللاعب المصري؟ ما ده سؤال. ده مهمتكم كمدربين. إيميجاكي عمل مدرب فرنسا اللي خد كأس العالم، عمل ثورة في كرة القدم في فرنسا. عمل مراكز تكوين في كل الأماكن فرنسا، مراكز التكوين دي أشرف عليها هو بنفسه وطلع منها إنيلكا. ده بعد ما خلص كأس العالم؟ لا ده قبل كأس العالم، هي دي اللي عملت النهضة بتاع كأس العالم. عمل أفكار متحررة جدا. قل لي كام النهاردة ناشئ بيتمرن بصورة جيدة في مصر وأي المتوفر منه من ملاعب؟ ما خلي بالك يا كابتن أحمد، هي مسؤولية الاتحاد، هي تطوير اللاعب وتطوير المدرب. أول حاجة تطوير المسابقة. إن أنا يكون عندي جدول منتظم. إزاي أنا النهاردة، أنا هقول لك على مفاجأة. اتفضل. أنا بدأت الدوري عرفت الجدول بتاعي قبلها بأربع أيام. ده صحيح. فين؟ محدش يقول لي، أنا آسف وأنا بقولها بشفافية، محدش يقول لي أصل أمن أصل، لا ده الكلام ده مش صحيح. وأنا عشت التجربة الحقيقية. الموضوع عايز إيه؟ عايز نقعد ونشوف العالم شغال ازاي. ولو حتى مصر كانت بتلعب في بطولة الأمم الأفريقية، لو أنا عايز أعمل جدول وحطه، مصر هتطلع ولا مصر هتكمل؟ أحط بلان 1 بلان 2 مش كده؟ المدرب كمان يحط برنامج رقم 1 بلان 1 في البرنامج بتاعه، بلان رقم 2. لكن أنا أفضل نايم في البيت وخايف أدي أحمال عالية ومش عارف الجدول هيمشي ازاي، ده كلام غير مقبول. وعايز اقول لك ان احنا، انا قلتها من يومين، انا كلامي ممكن يتفهم بان الصبح نعمل ورش عمل ونشتغل، وممكن كمان كلامي يتفهم على ان هو عداوة. انت حر، لكن انت اللي هتشيل، انت المسؤول وانت اللي هتتحمل المسؤولية. عايز تتحمل المسؤولية وتكون صادق مع نفسك وجدي مع جمهورك، لان مصر كبيرة وما ينفعش ابدا نكون الناس بتضحك على انت. قال لي يا كابتن قول لي الجدول بتاعكم الدور الثاني هيبدا امتى؟ مش عارف. طب بطوله الرابطه امتى؟ طيب في رعاه وفي مش عارف. حط انت الوقت وخلي الرعاه والحاجات دي انت رتبها. قول هتلعب في شهر 6 هتلعب. انا طبعا ما بلومش على واحد، انا بلوم على منظومه. وانا بقولها بمنتهى الصراحه، لو فضل الامر بهذه الطريقة، المسؤول الأول عن هذا الموضوع هو السيد وزير الشباب والرياضة، لأنه المفروض لا يسمح بأن يحصل هذا التجاوز لا في جداول ولا في الحاجات دي. مصير ماله يا كابتن إيمان؟ أنا عندي اتحاد وعندي رابطة، والنهاردة كلنا كنا بنحلم بالرابطة. تعالى يا رابطة اقعد. أنت قلت نقطة مهمة جدا يا كابتن إيمان، قلت بلان 1 وبلان 2. بلان 1 أنا مكمل في البطولة لحد الفاينل، بلان 2 انا هخرج بعد الدور الاول بعد الدور الثاني اي مكان حدث. يعني مثلا ما علمته انه في الجزائر الدوري اشتغل، فريق الشباب بلوزداد اللي هتلعب الاهلي لعبت 7 مباريات الفتره الاخيره، الاهلي بيلعب مباريات قليله في الامارات، بيلعب مباراه هنا مع سموحه، وهكذا. حتى بتبقى فرصنا افريقيا شويه على مستوى الانديه بتقل كمان شويه، ودي اللي بنتشعبط فيها بعد بطوله الامم الافريقيه اللي زي ما حضرتك بتقول لتاني مره بنخرج منها
بهذا الشكل. انا الحقيقه دايما ضد كلمه الوزير، اقول لحظه، لانه انا ما بتكلم على اتحاد، انا 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 مثلا انا لو رئيس اتحاد كوره ومسؤول عن مسابقات، والله والله لو مين جه قال لي لا، لان انا عندي خبراتي وعندي، مش انا كاحمد انا كمنظومه صحيح، لجاني وخبراتي واداراتي هتشتغل. هو الوزير لو عايز يطلب مني جدول الدوري اتفضل، جدول الكاس اتفضل، جدول المش اتفضل. ارد على حضرتك، اتفضل يا فندم بعد اذنك. لو على فكره مش دفاعنا على الوزير، لا بالعكس بالعكس، لو اخطا لاعب فالنادي بيعاقبه، تمام، ولو اخطا نادي فالاتحاد او الرابطه بتعاقبه، تمام. لو اخطا الاتحاد والرابطه وظلوا في هذا الخطا باستمرار، تمام، من المسؤول؟ في جمعيه عموميه، اي جمعيه عموميه كابتن المفروض يا انت انت قلت كلام حلو. ايوه بس اي جمعيه عموميه، انت قلت كلام هايل في البدايه. أيوة. ان هو انه لازم يكون في منظومه، لازم يكون في نظام، اعمل المنظومه صح، انه فعلا تكون في جمعيه عموميه قويه تحاسب. فين الجمعيه العموميه يا كابتن؟ انا بقول لحضرتك اللي بتفرز بقالها سنين، ما انت اشتغل بقى يا كابتن على نظام صح. من اللي يوضع، من الاقوى في فرنسا، من اللي يوضع الضوابط؟ ايوه في النهايه في وزاره او لجنه اولمبيه بتضع الضوابط. تمام، انا عندي لجنه اولمبيه بتحاسبني، زي مثلا في اللجنه الاولمبيه، انا برضه همشي مع حضرتك في اللجنه الاولمبيه، مين اللي عزل رئيس اللجنه الاولمبيه؟ الجمعيه العموميه. صحيح، انا عايز اقول همشي مع حضرتك. اتفضل. ولو كانت افرازات الجمعيه العموميه دي مش جيده، ضعيفه، من ينظم الموضوع؟ ما انا اللي عايز اقول لك بقى، انت تقوي الجمعيه العموميه، يعني ده وجهه نظري. وانا على فكره انا متفق معاك، صحيح، انه بس ان في النهايه فعلا لو عندي جمعيه عموميه قويه بجد بتشتغل لصالح الكره المصريه، الوضع هيبقى غير الوضع. كابتن انا تخطيت لاتحاد الكره والرابطه، ايوه، لان انا للاسف الشديد اعتقد ان الناس كتيره تعبت من الكلام. هل من مستجيب؟ يعني احنا بقالنا كام سنه يا كابتن احمد مع حضرتك بنتكلم على موضوع رخص التدريب مش موجود، موضوع اعداد. طب انا عايز اسالك سؤال. احنا النهارده والله العظيم ثلاثه، المدرب المصري ده بطل، اقسم بالله، وقوي، وعنده قدرات فولاذيه، لان فعلا بينحت في الصخر بدون ما حد يمد ليه اي يد عون. طب ده دور وزير انه يقول لهم اعملوا رخص تدريبيه يا كابتن؟ ده مش دور وزير. انا ماشي كويس، انا بس نفسي يا كابتن ايمن، انت قلت نقطه مهمه جدا، ازاي تعمل منظومه كرويه انا بقالنا 95 سنه بنتكلم في نفس الكلام وفي نفس الحدوته، لا جدول دوري منتظم، لا ملاعب جيده، لا نظام تدريبي، لا نظام بطولات. يعني انا كنت مثلا متخيل، انا كنت متخيل انه كاس الرابطه النهائي بعد بكره، طلع ما حدش يعرف النهائي امتى بتاع كاس الرابطه، يعني الفرقتين وصلوا، انت النهائي بتاعك امتى؟ انا اديت راحه 3 ايام وانا يعني متحمل المسؤوليه، متحمل المسؤوليه، لان ممكن يقول لك بكره تعالى لا وممكن تلاقي واحد سافر، يعني ما تجيش. اتفضل يا كابتن. فده قصدي انه بجد اعمل منظومه، يعني كنت اخلص في فتره التوقف ده كاس الرابطه، طالما انت قررت انك تكمل كاس الرابطه موافقك خلصها للاخر بقى، الدنيا تمشي بشكل جيد يا كابتن ايمن. انا اجمل كلمه انت قلتها، اعمل بلان 1 وبلان 2 وبلان 3 عشان تقدر تمشي بشكل جيد. لكن طول ما احنا يا كابتن ايمن عندنا فكره انه هنروح لسياده الوزير وهنروح لمش عارف مين وهنروح لمين، مفيش. انا مثلا لسه باعت لي الكابتن طه عزت اللي كان ماسك المسابقات في الامارات، اعتقد وجه مصري محترم جدا. طبعا جدا طبعاً جدا طبعاً. حاجه زي ده انا اخده واستفيد منه فاكر. انا لا حضرتك، انا انت مره كلمتني عشان تعمل حاجه كده خاصه، تبقى عامل لائحه باللائحه، فقلت لك استعين بناس في مصر. صحيح. عايز اقول لحضرتك، يمكن انا 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 كابتن كلام حضرتك جميل، يمكن انا مش في المطبخ قوي، لكن شعور انا ان انا عايز القياده هي اللي تصلح، لان تصليح من تحت صعب. ما انا عايز اتصلح الجمعيه العموميه، يعني نوصل انا وانت للاتفاق. كلامك صح الوزير، وانا كلامي صح الجمعيه العموميه، قوي الجمعيه العموميه عشان تقدر تحاسب بجد، مش تحاسب عشان تغير نظام البطوله اللي تحت. طب ولو ما قدرتش، لو ما عندكش اليه ان انت يبقى عندك افكار متحرره في جمعيه عموميه قويه، تخلقها يا كابتن. ما هو لازم بقى انت، دي فرصه العمر انك من الهزيمه تقدر تطلع حاجه صح، تقدر تستفيد. انا ساعات بقول يا كابتن ايه، احيانا بتكون الهزيمه مفيده. عندك في فرقتك مثلا خسرت ماتشين ثلاثة ورا بعض، رحت جايب لعيب ما كنتش بتلاعبه، لعبته، ده الولد ده طلع هايل،
حارس ما كانش بيشارك، شاركته طلع هايل، فالهزيمه هي اللي افرزت انك تشوف اللعيب ده. نفس الامر الهزيمه للمنتخب خلاص مره وصعبه، لكن ابدا احط نظام كروي. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، المسكنات كفايه مسكنات، عايزين عمليه جراحيه. احنا يا كابتن نحتاج كمان لان احنا يكون عندنا شعور بان مصر فعلا كبيره جدا في في يعني في حضارتها، حتى في تقاليدها الرياضيه كبيره جدا، فما ينفعش عملنا اللي هو ضعيف يخلي فعلا يهز صوره مصر بصوره كبيره. لو كل واحد حط في دماغه ان هو فعلا يشتغل بجديه مش هيحصل اللي بيحصل ده. استاذنك نروح لفصل ونرجع نكمل هذا الحوار الهام مع كابتن ايمن رمادي اللي منورنا. كابتن ايمن الرمادي، هل منتخبنا الفتره اللي جايه هيشهد تغيير؟ هتلاقي فيه عدد كبير جدا من اللاعبين ما كانوش موجودين، ولا حسام حسن مضطر انه يكمل بالمجموعه دي لانه عنده دوره من يوم 18 الشهر القادم والوقت ضيق شويه؟ لا هو مش مضطر، والسبب ان هو مش مضطر ان هو اعتقد ان احنا الصعود لكاس العالم او تصفيات كاس العالم دلوقتي بقت العمليه يعني فيها سهوله كبيره غير زمان يعني. والله يا كابتن ايمن باللي بنشوفه بالمنتخبات الافريقيه ده، وان كانت البطوله في النهايه افرزت منتخبين كبيرين نيجيريا وساحل العاج في النهائي، لكنه ما شفنا بقى الراس الاخضر وشفنا غينيا الاستوائيه بس شفنا احنا فرق يعني بدانا نقلق شويه يعني. والله هي برضو كلامك صحيح، لكن انا اعتقد ان هو مش مجبر، ان هو بالعكس كابتن حسام عليه ان هو فعلا يخلي افكاره متحرره ويختار بحريه، والناس لازم تساعده ويختار رؤاه، لانه في النهايه برضو هو اللي هيحاسب. طبعا الناس ما بترحمش يعني، هو يشوف الاصلح ايه ويعمل، بس الناس ما تحاسبوش على الدوره دي يعني، هو لسه بيقول يا هادي. لا لا مشكله، دي بقى المشكله، دي المشكله يعني، لسه يعني بصراحه لسه بيستكشف الاوراق يعني، لازم يصبروا عليه وما يحصلش اللي حصل مع كابتن ايهاب جلال. كانت عمليه يعني مهينة. كمان مروعه لاي مدرب طبعا مصري طبعا، وبقت مرعبه يعني. فاعتقد كابتن حسام على فكره عشان هو برضو بتحمل ضغوطات كبيره في بطولاته، هو لاعب وكابتن فريق، فاعتقد ان هو برضو عنده قدره ان هو وانا يعني اعرفه على المستوى الشخصي هو انسان ذكي، اعتقد ان هو هيبرمج الامور بصوره جيده وهيشوف الصالح فين ويعمله. اعتقد ان هو مش هيستغنى عن كل الحرس القديم، لا هيخلي مجموعه كبيره، لكن لازم يضخ دماء جديده يعني في الدوره دي، في الدوره دي، لان الحقيقه اللي حصل في الاختيارات اللي فاتت كان فيها تجاوز فج. زي ايه؟ زي ان انا ولا اللعيبه كلهم يعني زي اخواتي الصغيرين وانا بحبهم كل لعيبه مصر، لكن اختيار مثلا لاعب يكون قاعد 70 يوم ما بيتمرنش. نعم بتتكلم على فتوح وصبحي. مثلا اختيار مثلا مجموعه الاساسي والبديل في خط الظهر مثلا اربع لعيبه مثلا الاساسي والبديل مثلا من نادي بيراميدز. انا بتكلم بشفافيه. انا كنت مستغربها يعني، برضو الاختيارات كان فيها شوائب. اول مره بتفرج على اختيارات منتخبات في ممكن مش لاعب وحارس مرمى 70 يوم ما بيتمرنش ويختار ضمن المنتخب، والنتيجه ان فتوح جاله تمزق وانه صبحي ما شفناهوش، معرفش احمد الشناوي كان عنده مشكله في ضلع من الضلوع، معرفش الحقيقه كانت ايه الاسباب، وخصوصا ان انا لعبنا بيراميدز مثلا في السوبر في الامارات فمش موجود الشناوي. الشناوي راح المنتخب ورجعت بيراميدز لعبت مباراه الشناوي مش موجود. مش موجود مظبوط. فكانت اختيارات غريبه. فعلى الكابتن حسام ان هو الحاجات دي كلها ما شوف اهم حاجه عنده دلوقتي يسد اذانه ويغمض عينيه ويبص لطريق واحد، طريق اعداد منتخب قوي. ما ياخدش اي اعتبارات
لاعتبارات عدد معين من نادي وعدد معين من نادي ما يحطش في دماغه الاعتبارات دي. نصيحة هايلة وبشكرك فعلا عليها. طيب خلينا نروح لسكة تانية، سكة البطولة نفسها. شكلناك بقى على قصة صلاح وحسام، لانه حاجات بقى عيب ان احنا نتكلم فيها، احنا دلوقتي في اطار المساندة، وانا متأكد ان الامور دي هتنتهي وتخلص على خير باذن الله. البطولة نفسها افرزت فاينل ما بين نيجيريا وكوت ديفوار، شايف ان دول كانوا يستحقوا الوصول للمباراة النهائية، وتوقع من البطل كوت ديفوار من صعدوا من رحم المعاناة يعني بطريقة دراماتيكية. الاول يا كابتن انا عايز احيي، عندنا حاجة الحقيقة مضيئة جدا، مش عندنا كل حاجة سواء طبعا كابتن محمد عادل والكابتن أمين عمر. بصراحة وجوه مشرفة للكرة المصرية، ولازم نساندهم. واحنا نعرف قد ايه الاجواء والمناخ عندنا لازم يتعدل، لان الحكام دي يعني في كراحة كابتن محمد عادل في المباراة الاخيرة صعبة جدا. فرقته فرقة بتلعب في ملعبها يطرد منها لاعب يحسب عليها ضرب الجزاء ويطرد اللاعب التاني، والامور فعلا يعني حتى لقطة الكورنر والحاجات دي دي انفعال عادي وطبيعي. اي فريق كان هيعمل كده، وكان فعلا من حقه نيني، لان فعلا المباراة لانه كان زود الوقت بالظبط. فانا الحقيقة بحيي الحكام دي، وبقول فعلا ان الواحد فخور بيكم يعني بدون مبالغة. يعني خلينا احنا دايما بنقول عادل وامين ومعروف، بس بننسى انه في عاشور وفي احمد حسام طه وفي محمود ابو الرجال وفي محمود البنا، كل دول موجودين. انا عندي 7 حكام ما شاء الله. بامانه شديده يا كابتن احيانا بنختلف بختلف انا مع الحكام. نعم. واحيانا كثيره بروح البيت اتفرج على اللقطه، انت عارف انفعالات الملعب، اتفرج بلاقي الحكم معاها شوي. الحقيقه احنا لازم نعيد النظر برضو في 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 موضوع الحكام وتأهيل الحكام ومساندتهم، لان دي حاجه مهمه جدا. نيجي للبطوله بقى، اعتقد ان قبل بس ما اخلص من دي، حسيت انك كنت متسرع شويه لما هاجمت كابتن محمد معروف. انا زعلت ان انا هاجمته، لكن ما زلت مصر ان شويه بنحتاج لمزيد من العداله في حتى النظره. ما زلت مصر. مش في الصفاره، لا ما كانش في ظلم في الصفاره، لا شو اصل ما فيش لا في احداث احيانا بتحصل. انت كنت لاعب كره وعارف يعني. احيانا انت بتلاعب فريق بتلاقي شويه في تحجيم شويه، لكن مقبول في حاجات بتبقى مقبول. لكن انا ما طلعتش قلت ان احنا كابتن النادي الاهلي نادي كبير جدا ونادي بطولات، ما يعني لا الاهلي ولا الزمالك يحتاجوا لمساعده حكام. لكن انا برضو كمدرب فريق بحب ان لعيبي يتعامل معامله تحسسه بقيمتك. على فكره مش خطا ابدا ان انت تبتسم في وجه لاعب. لا بالعكس، ده مطلوب منك، ده بالعكس صحيح. ومش خطا ان انا طالبك بان انت تكون عندك عداله في المساواه في ما بين اللاعب الكبير واللاعب الصغير يعني. لكن هي الحقيقه انا زعلت من نفسي شويه وانا اعتذرت له. ده كلام لان هو برضه في النهايه هو حكم كبير. اعتذرت له هو تليفونين ولا اعتذرت لا قابلته انا قابلته هناك في الامارات. كنا رايحين كان هم رايحين يتمرنوا. وقلت له انا يعني خجلان ان انا يعني ان انا عملت حاجه زي دي، والاعتراف بالحق فضيله لانه حكم كبير. حكم كبير، وفي نفس الوقت لكن ما زلت برضه مصر بقول لحكامنا حاولوا بقدر الامكان ان انتوا تخلوا في عداله في المساواه في التحكيم. ممتع. بالمناسبه انت جبت سيره النادي الاهلي عشان اخلص من الموضوع ده، هل بالفعل اداره الاهلي غاضبه منك؟ سريعا. لا سريعا جدا، مش عايز اخش في تفاصيل. لا انا لازم اخد بس سريعا اقل من دقيقه. يلا بينا سريعا. الاهلي والزمالك، الاهلي لما مصر عملت نهضة في كرة القدم بثلاث بطولات افريقيا، كانت لعيبة مين؟ معظمها لعيبة الاهلي والزمالك. معظمها لعيبة الاهلي. فزي... طبعا الزمالك مش عايز يتكلم يعني. ازاي انا النهارده اتحدى نادي وانا مدرب في الدوري في الكرة المصرية هو بيرفع شأن الكرة المصرية؟ انا الكل ما في الامر ان انا راجل مسؤول عن فريق اتطلب مني ان حارس المرمى بتاعي
ينتقل، ما بصتش هو هينتقل لمين. نعم. ما انا عندي احمد ياسر ريان كان في كلام ان الزمالك عايزه برضه رفضت. نعم. يعني لا اهلي ولا زمالك. أيوه. انا بالنسبه لي الاثنين على دماغي. تمام. لكن مصلحه فريقي كانت تحتم عليا حاجه مهمه جدا. وانا هقول لك على سر يمكن اول مره يطلع. كان في مكالمه بيني وبين مستر طارق ابو العينين. نعم. والاستاذ معتز البطاوي مشرف الفريق. نعم. المكالمه دي قعدت يمكن ساعه. قلت لهم شوفوا انا مش عايز استغنى عن بسام. لان انا عندي ارتباطات. نعم. لكن على الاقل لو حصل حاجه زي دي، مش على الاقل لان هو لا، لان الوقت. قلت لهم احنا ناخد مصطفى ونحاول بقدر الامكان ان احنا نستفاد بلاعب تاني مثلا زي احمد عبد القادر. نعم. لانه لاعب اقدر اعمل توازن شويه. نعم. فالحقيقه طارق عرض الفكره لان هو في النهايه ما ينفعش فنيا يتخطاني والا. نعم. انا تمام. مش هبقى موجود في النادي ده. نعم. بعد كده يعني. نعم. فكل اللي انا طلبته ان احنا عندنا دوري وانا لازم احافظ على فرقتي. لكن ان انا متعمد ان احارب اهلي او مستحيل. نعم. وانا فعلا لو عندي اتنين حراس في مستوى واحد وزي انا طبعا بعتز بحراسي جميعا. طبعا. حراسي كلهم. طبعا. كويسين، لكن يحتاجوا الوقت شويه ان هم. نعم. يدخلوا. لو عندي اتنين حراس متساويين واهلي او زمالك طلب مني حارس في مهمه وطنيه، ده انا اول واحد اساعد. نعم. انا اروح المدرجات عشان. نعم. اشجع الاهلي لانه بيرفع راسنا. اشجع. نعم. الزمالك نادي كبير ونادي. نعم. حاجه. انا لما افتخر وانا اشتغلت في الخليج 23 سنه افتخر باكتر من الاهلي ايه في مصر واكتر من الزمالك. نعم. انديه كبيره ترفع راسه وشعن المدرب المصري. لكن انا الموضوع ما كانش موضوع تحدي ابدا. نعم. الموضوع كل ما في الموضوع ما في الامر ان انا حسبتها فنيا. نعم. ولقيت ان انا عشان ادي باسم ناخد مصطفى شوبير ومصطفى واعد وستايله يناسبني. انا من الفرق اللي بتحب تبدا هجمه وتلعب. نعم. كره يعني. نعم. وانت شفت بسام. نعم. تطور. نعم. كتيرا. نعم. في اللعب برجليه وكده. يعني فانا ما اعرفش لو كان الامر ان انا حافظ على فرقتي يزعل حد. ده يبقى امر غريب ومستغرب. طيب. الامر الاغرب بقى. نعم. بدون مبالغه الاهلي عنده مثلا ثلاث حراس متميزين جدا ما بعد الشناوي. كويسين. والنادي الاهلي طول عمره نادي جريء. لعبته انتوا مع بالناشئين. عامه دي سياسه النادي الاهلي وهم يعني. لا اقصد اقول لك. لا معلش. انا بس حبيت ان انت تتكلم على. لا سياسه النادي يعني الاهلي جميله. انه مفيش مشاكل ابدا بينك وبين النادي الاهلي وانك بالفعل يعني انت راجل بتحب الانديه المصريه. صحيح. وعايز تعمل اي حاجه جيده. مش بتدخل يا كابتن في سياسه النادي الاهلي. لكن هم 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 اقوياء. فيقدروا فعلا بقوتهم يقودوا الامر باي صوره. مش ايمن الهيئه هي الاساس. صحيح. صحيح. عشان بس نكون واضحين وده امر ما يزعلش حد. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. اللي ممكن يقلقك من مباريات بوركينا فاسو وغينيا بيساو القادمين لمنتخب مصر في شهر 6 ان شاء الله. حد دلوقتي قال لي انه احنا هنلعب تونس وكرواتيا هتلعب نيوزيلندا والكسبان هيلعب الكسبان. يعني لو فزنا هنلعب كرواتيا تقريبا يعني. ده بالنسبه للدور الضيق. خلينا في الرسمي بقى. الرسمي احنا بس نحتاج ان احنا الله يكون في عون الكابتن حسام ان احنا شويه نزرع ستايل يكون خاص بينا يكون قوي عند اللاعبين لان احنا عندنا امكانيات كبيره جدا. امكانيات لعيبه كبيره يعني. المنتخب برضو مهما كان عندنا افراد متميزين جدا. هو كابتن حسام اعتقد ان هو البرمجه بتاعته هتحتاج في الفتره اللي فات الجايه دي اعاده للستايل لعب المنتخب مصر تكون متميز. فلو بقينا اقوياء في الجزئيه دي ما اعتقدش ان في خوف على منتخب مصر ابدا ابدا لان خالص. مهما كان احنا برضو فرقنا برضو منتخباتنا وخصوصا المباريات اللي هي المباريات اللي هتكون في مصر هتكون صعبه على اي فريق يعني. نعم. انت مرتاح؟ انا الى حد ما مطمئن للمستقبل القريب مش المستقبل البعيد. وماشي احنا عايزين القريب عشان الاهل يعني ان شاء الله. ان شاء الله. مين اللي كان ناقص المنتخب
ما سافرش يعني معاهم، ما راحش معاهم في البطوله دي، وشايف ان كان ممكن يفيد المنتخب؟ لا، اللي كان ناقص المنتخب زي ما قلت لك ان هو ما سافرش معاهم ستايل لعب كويس. ماشي، ده اوكي. مش مختلف خالص. افراد انا سعيد جدا باداء مصطفى محمد. تمام، هو طبعا حاجه عظيمه. عظيم. صحيح. نعم. الافراد اللي كانوا موجودين باستثناء التجاوزات اللي احنا اتكلمنا عنها، لكن افراد جيدين. كنت اتمنى ان طبعا يمكن انا شويه متحيز لفرقتي، لكن كنت اتمنى وجود شكري بيكهام مثلا. انا بتكلم على اسماء يعني. ممكن هاني رايت باك، هاني بكرات هايل. رجب نبيل متميز جدا. بس خلينا نكون امل، لكن انا عشان اكون برضو امين، انا مش عايز احط فرقتي انا في في في, في يعني في, في الموضوع. كان ممكن اعتقد حسين الشحات بعد توهجه مع النادي الاهلي يكون له دور اكبر شويه يعني. حسين الشحات رغم انه مكانه في مرموش وفي تريزيجيه، ومن الناحيه الثانيه صلاح، وفي زيزو. موضوع صعب، لكن اعتقد ان لو انا خدت بالفترات الاخيره كان حسين الشحات متوهج كبير جدا. الكلام اللي اتقال قبل البطوله انه عبد الله السعيد كان مسافر، بس الراجل خلاص في الاخر قال لك طب امام عاشور هو اللي يسافر، يعني شايف انه ده كان لصالح المنتخب، ولا امام شايف انه بالفعل حاجه مهمه جدا بالنسبه لمنتخب مصر؟ انا شايف ان في طريقه اللعب 4-3-3 احنا كان ينقصنا ان احنا ندعم مجموعه وسط الملعب بصوره اكبر، لان طبيعه اللعيبه اللي لعبت اغلب المباريات متشابهه. أيه. يعني ما كانش عندك حد فروم بوكس تو بوكس الا يمكن امام. كان لازم وجود امام فعلا ضروري. فاعتقد ان احنا يمكن انا ما اعرفش ممكن مين، لكن على مستوى وسط الملعب شويه كان عندنا اعتقد خلل، بسبب ان التشابه في ستايل لعب كل لاعب مع التاني. كلمه مهمه قبل ما اروح للفاصل، لازم اسالك عن التعاقدات. انت عملت تعاقدات في الميركاتو الشتوي الاخير ولا ما عملتش؟ عملنا تعاقدات. يعني احنا جبنا فيبو من بلدية المحلة، لاعب افريقي متميز. جبنا نور من النجوم. تعاقدنا مع ابراهيم محمد من العبور. انت متابعهم يا كابتن ايمن؟ انا الحقيقه جولي قبل جولي قبل التعاقد كمان. اشتغلوا معانا شويه فعلا. ولعبنا مباراه وديه، عملنا مباراه وديه مع النجوم. شفت انا اللاعب نور. بس اللي انا عايز اقوله لك ان احنا خرجنا تقريبا 10 لعيبه. مش خروج بسبب حاجه، لان فعلا انا يعني اتمنى ان دي تكون مفهومه بصوره صحيحه، لان الموضوع مش موضوع جلب لاعبين بس. ابرزهم مين اللي خرج؟ لا، خرج 10 لعيبه. خرج السكران، وخرج رشيد النيجيري، وخرج محمد عنتر، وخرج محمود نبيل. 10 لعيبه خرجوا يعني. مش بسبب، لا بالعكس، هم لعيبه ممتازين، بس احنا بنعمل تجديد شويه بنخلي بس كلها رؤيه فنيه ليك، سواء ضم او خروج. مفيش حاجة ممكن تحصل في تعاقدات إلا إذا كنت أنا مشترك فيها، ودي حاجة أنا بفخر بيها. عشان كده أنا عايز أحيي إدارة السيراميكا، مش عشان، لأن هي دي الطبيعي. إن أنا أكون يعني عندي دور في موضوع اختيار اللاعب، أو موضوع إن أنا نستغنى عن اللاعب. مفيش حاجة بالإجبار يعني. رحيل زلاكا بسهولة؟ زلاكا يعني الحقيقة من الطرائف جدا ان زلاكا ده من اكتر اللعيبه فعلا يعني اللي انا ببقى سعيد لما يبقى كويس. انت في لاعب تبقى سعيد وهو كويس. لانه انسان بسيط جدا ومحترم جدا. ولاعب هايل. ما كانتش بسهوله، لكن الحقيقه كان العرض جيد، وانا ما اقدرش ابدا اقف قدام عرض جيد يعني يفيد النادي يعني. خاصة انت في النهاية نادي استثماري. انت اصلا الموضوع مش صرف بس يعني. ودي على فكرة الحقيقة حاجة جيدة، ان انت دايما الدخول والخروج بالنسبة للاموال يعني لازم يبقى فيها توازن شوية، لان ده اللي يمشي الاندية كويس. ده صحيح. استاذنك اروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل حوارنا الممتع مع كابتن ايمن رمادي.
كابتن ايمن الرمادي، سيراميكا هو حامل كاس الرابطه، كانت يعني ملابسات غريبه جدا السنه اللي فاتت، انك تتولى المسؤوليه في وقت صعب جدا، وانك ربنا يكرمك، والمصري كان مهيئ انه يبقى بطل الرابطه، فوز كبير جدا بمباراه رائعه جدا جدا، والسنه دي بس انت بقى ماسك الفرقه من اول السيزون وبتصل للمباراه النهائيه وبتلعب المباراه النهائيه للموسم الثاني على التوالي. يعني لحظه التتويج الرائعه السنه اللي فاتت ورفع الكاس، سيد محمد ابو العينين، طارق ابو العينين، معتز البطاوي، ايمن الرمادي، لاعبين وباقي الجهاز المعاون، هل عندك امل انه الامر يتكرر السنه دي؟ ونسبه الفوز بالنسبه لك وبالنسبه لطلع الجيش كام لكام؟ الاول يا كابتن، المشهد اللي انت شايفه ده في اتنين ابطال حقيقيين ما ظهروش في الكادر، لكن هم حطوا اسس ممتازه، كابتن حلمي طولان وكابتن احمد سامي. دي حاجه محترمه منك جد. لا بكلم بجد والله مش ببالغ. كابتن حلمي طولان بيرسي قواعد واسس، انا بفتخر ان انا اشتغل ورا الكابتن حلمي. ده شيء جميل منك. الحاجه الثانيه، اللحظه دي من اللحظات اللي هي المتميزه جدا، وكنت في الوقت ده عندي لخبطه. انا قلت لحضرتك يمكن مره كلمتك، قلت لك انا ما بنامش ليل ولا نهار. نعم. لان كان في امر تعاقدي كده مع فريق اماراتي. فكانت الفرحه ممزوجه انا مش عايز اسيب الفريق ده. نعم. وكانت الحقيقه، لكن هي اصبحت من الماضي يعني. نعم. فاتمنى ان هي تتكرر. بس مفيش اجمل من انك تبدا حياتك مع فريق تحقيق بطوله. البطولة بتأهلك للسوبر، والسوبر بتقدم رغم انك ما خدتش مركز، لكن قدمت قدام الاهلي عرض رائع، وقدام بيراميدز عرض رائع، والناس احترمتك جدا. مباراه كمان بيراميدز دي كانت غريبة. نعم. يعني احنا اعتقد المباراه ضيعنا كميه اهداف. كانت غريبه. نعم. لكن انا فخور بالفريق. نعم. عندنا كابتن فريق، كابتن نموذجي محمد ابراهيم. نعم. عندي لعيبه زي ريان وزي ابوكا وزي الكل نعم. بدون مبالغه يعني، عندي القندوسي فاكهه يعني فاكهه الكره العربيه. عندي شكري نفسك هالي. يستمر معاك قندوسي ده امنيه ان انا القندوسي يلعب معايا. القندوسي لاعب من تراث فريد خلقا وذكاء ولعبا. نعم. الحقيقه عندي مجموعة لعيبة، أنا ببقى عارف لما تروح مكان وأنت سعيد، أنا ببقى أروح التدريب وأنا سعيد فعلا والله العظيم. بالمناسبة قول لي، أنت اللي رفضت إن ياسر ريان يروح الزمالك؟ أحمد ياسر ريان؟ أقول الصراحة أنا طبعا رفضت فنيا. نعم. لكن النادي رفض لسبب واحد. نعم. عشان الناس برضو تفهم الجزئية دي. نعم. لان ما ينفعش يبقى عندي لاعب من النادي الاهلي متربي في النادي الاهلي وبعدين يروح الزمالك ولا العكس. نعم. عشان ما حدش يقول ان احنا بنكيل بمكيل ايه. هتبقى مش كويسه يعني. ان احنا ناخد لاعب من النادي الاهلي وبعدين نعيره للزمالك او من الزمالك. الزمالك كان طالبه اعاره 6 شهور دول او بيع. انا بيع. ايا كان. نعم. هي طبعا في الاحتراف، لكن انت عارف خصوصيه الاهلي والزمالك. طبعا. ولا نقدر ان انا مثلا اخد مثلا لو محمد ابراهيم جاي لي من الزمالك وبعدين يروح، لا دي مش كويسه. طب هل ده نفس الامر اللي انطبق على موضوع شكري؟ نفس الامر اللي انطبق على موضوع شكري. يعني طلب منك احمد ياسر ريان ومحمد شكري النادي الزمالك؟ مش مني. مش النادي يعني. من النادي. انا بتكلم منك كسيراميكا مش كايمن عن طريق بقى مسؤول، عن طريق وكيل، انا ما اعرفش. نعم. لكن الامر اثير يعني عندنا يعني. انت فنان تمسكت فنياً طبعا، والنادي حفاظا على العلاقات مع كل الانديه قال لا مش هيطلع. كابتن احمد هقول لك على حاجه. نعم. شكري وبيكهام ورجب نبيل مدافعين من طراز فريد. ده صدقني. ده صحيح. وهاني. نعم. محمد. نعم. واقول لك على تزيدك من شعر بيت، عشان كده بقول لك انا فخور ان انا شغال مع الفريق ده. البودله بتاعهم لو شفت بودي عبد الرحمن بودي امبارح نزل حاجه عظيمه يعني. نعم. فالحقيقه انا فرحان بيهم ومش حابب ان حد يمشي منهم، وخصوصا ان احنا يعني ارتبطنا ببعض ارتباط. بس في مشكله لما اللعيب بيجي له عرض من الاهلي او من الزمالك بيبقى هيتجنن يعني، بيتخيل ابواب الجنه اتفتحت له، انه هنا ده مفتاح الطريق للمنتخب وهكذا يعني. محدش ينكر ان الاهلي والزمالك هدف كبير جدا لكل لاعب. نعم. لكن لازم اللاعب يكون ذكي ويحسبها حساب كويس.
طيب عشان وقتي بيخلص اركن فعلا كان في عرض لشكري من هولندا صحيح وبرضه انت رفضت الاداره يعني رفضت لا انا انا قعدت مع شكري وفهمته الوضع وفهمته ان في التوقيت ده مش مناسب لينا نعم. واحنا ما نقدرش حاجه مش مناسبه لينا نعملها يعني طيب لقاءك مع طلائع الجيش ماذا سألته سريعا بقى لا صعب جدا صعب جدا, جداً. فريق محترم ادارته محترمه جدا اللي هو ايمن حاجه جميله نعم. كابتن عبد الحميد بسيوني من المدربين الكبار مباراه نعم. صعبه مباراه صعبه على الطرفين مباراه صعبه كنت تحب انها تلعب اليومين دول مش 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 قبل الدوري ما يبدا نعم لاسباب كتير عندنا ايوه منها ان انا عندي مثلا ايقاف زي ما احمد هاني ما هو كده كده هيفضل موقوف في الرابطه لا الرابطه مرتبطه بالدوري لا. ودي من الحاجات الغريبه انا عندي اتوقف عندي في كان عندي ناس عندها الرابطه مرتبطه بالدوري كان عندي ناس عندها انذارين خدنا الثالث في مباراه الداخليه خدنا الثالث فده جه لمصلحتك يعني فاعتقد هي انا اتمنى ان هو بس يحدد بس يتقال امتى محدد يعني مين هيبقى بطل افريقيا من نيجيريا وكوت ديفوار انا اعتقد الجمهور وال هيعمل حاله لكوت ديفوار لكن اعتقد ان نيجيريا اقرب فنيا يعني نيجيريا اقرب فنيا الاردن وقطر بطل اسيا الحقيقه تجربه الاردن تخلي الناس كلها شوف يعني منتخب عنده امكانيات كبيره جدا ومنتخب عنده تنظيم ورغبات كبيره جدا نعم اتمناها تكون للافضل ما اقدرش احدد من نعم. لكن انا شايف ان بعد الزخم اللي عامله الاردن ده اعتقد ان هو ممكن المباراه النهائيه تكون صعبه على قطر يعني نورتني وشرفتني يا كابتن ايمن بشكرك شكرا جزيلا انا بشكرك جدا يا كابتن الله يخليك وكنت سعيد بالتواجد معاك وفي كل مره بسعد وبنعمل ابديتنج لافكارنا وكل بشكرك حاجه بشكرك شكرا جزيلا كابتن ايمن الرمادي اللي كان منورنا النهارده كده تمام سلام